بتحب تستكشف حواليك في ايه؟ بحب اشوف او بحب اتعلم، وبعدين الواحد لو ما شافش كل الناس مش هتعلم كل حاجه. فالحمد لله اتعلمت من كل الناس الوحشه والكويسه، وتعلمت كل حاجه، بس انا بعد كده استخدمت كل ده ازاي. وده غير في شخصيتك؟ اكيد غير في شخصيتي. خلاك ايه، بتتحمل اكتر دلوقتي؟ بتحمل وبفهم بقى كل واحد قاعد قدامي ده عامل ازاي. بتقرا الشخصيات؟ بقرا الشخصيات كلها. لو ألف واحد قاعد قدامي هتلاقيني شايف كل الألف واحد قدامي، ما بركزش مع حد. تلاقي باصص لك بس انا عارف مين باصص لي ومين بيقول حاجه، وبحس بكل اللي حواليا. طيب موضوع الصياعه بقى، انا هخليني في موضوع الصياعه ده. استوقفني بقى حكايات اللي انت بتحكيها في البرامج عن فتره المدرسه، وازاي كان انتيمك سواق تاكسي، وان انتوا كنتوا بتصاحبوا اثنين وثلاثه واربعه، وناس تانية بقى بتقف بيهم في الكربه. انا عايز اعرف الصحاب دول راحوا فين، لسه مكملين معاكم موجودين ولا ايه نظامهم؟ بص يعني ممكن اقسمهم لك اربع ارباع. ايه بقى؟ ممكن نقول في ربع بيت وربع اتحبس. اتحبسوا وربع انا لغيته من حياتي، وربع لسه موجودين. يعني في ناس من زمان موجوده لسه في حياتي. طيب لازم ارجع اقول لك ليه لغيتهم من حياتك. عشان اذوني كتير في حياتي، وكانوا دايما معطليني كتير قوي. ازاي؟ في ايه؟ يعني اكتشفت ان هم كانوا فعلا معطليني في شغلي، معطليني عن حياتي، ما كنتش بعمل حاجه مفيده وانا معاهم. ساعات في منهم لا، كان دايما بيزقني ان اشتغل واعمل حاجات كتير كويسه وبتاع. في ناس ما كانتش بتتمنى لي الخير، في ناس كانت بتقعد دايما تبص انا بعمل ايه، وكانوا بيغيروا جدا انا بعمل ده، وعمر ما حد اتمنى لي مثلا حاجه كويسه. فدول اللي لغيتهم من حياتي. وده يعني اكتشفته بعد ما انت اشتغلت ونجحت وبقيت امير قرار النجم؟ يعني حسيت ده. بس عايز اقول لك ان ليا اصحاب كتير جدا من زمان لسه موجودين معايا لحد النهارده، وعلى طول بنتصل ببعض، وعلى طول بنشوف بعض. كم واحد يعني؟ بقى كتير جدا. كتير. آه. طب واللي اتحبسوا بتسال عليهم ولا ايه؟ بتسال عليهم ولا لا، ولا دول خلاص برضه؟ لا مش بره، انا يعني بره جاي، مش اتحبسوا يعني. بس يعني كان في ناس عندنا صيعه لدرجه انه يعني متهالي اتوقع انهم يكونوا اتحبسوا يعني، اتوقع يعني. طب صحابك دول هم اللي كانوا بيقعدوا معاك بقى في نادي هولوليدو في مصر الجديده؟ لا مش هم. لا كل بصي كنت نادي بتقعد على حمام السباحه طبعا، الحبه بتوع زمان دول، بتوع المايول سبيدو بتاع زمان اللي اتلغت طبعا والحاجات. كنت بتقعد تعمل ايه بقى كتير على حمام السباحه؟ اصل هو كان النادي بتاع البنات، هو كان حمام سباحه، هو النادي عندنا عباره عن حمام يعني سباحة. في يوم البنات او في فتره البنات؟ لا ما كناش بنروح، مش للدرجه. كنتش بتروح؟ لا بصي، عندنا مشكله في النادي، عندنا اول ميزه اللي كانت في النادي، نادي هليليدو ده كان عباره عن جمهوريه لوحدها بصراحه. نادي تاريخ، نادي كبير جدا، مش كبير حجما، بالعكس ده ممكن يكون اصغر نادي في مصر، بس كان نادي عنده قيم معينه، كان نادي متفوق في اي رياضه تتخيليها، كان فيه مطلع وحوش ومطلع ابطال. بس بيحسسك دايما ان النادي ده تحس ان هو منطقه، الولاد بيخافوا على بنات النادي، وبنات النادي بتغير على اولاد النادي، وانت فاهم، تحس ان هم كلهم كانوا مربوطين في بعض جدا. لحد النهارده النادي ده كده يعني، لحد النهارده في عندنا كده مبادئ واصول كنا متربيين عليها في النادي، لان النادي ده كان في وسط المنطقه بتاعتنا في روكسي. فتحس ان انا ممكن انزل بالبيجامه ادخل النادي عادي، يعني ما كنتش بتصاحب جوه النادي، لان انت كنت في صاحبك كنت بتقول اللي هو اللي كان بيسوق تاكسي، كنت بتقول بتصاحبه اثنين وثلاثه. لا ده ما بتدخلوش النادي، ده ما بتدخلوش النادي، يفضل يستنيك بره. ما تصاحبش بقى من جوه النادي. لا طالما بتبقوا مرتبطين وتخافوا على بعض. لا بقى اكيد كنا بنصاحب من جوه النادي، بس كنا عيال صغيرين، بتكلمي كان عندنا 16 سنه و17 سنه، فالفتره اللي هي بتاعت بدات بدري يعني الشباب اللطيفه دي، انا بادئ من 14 كده. يعني